إذا أطلقت في السنة بل إذا أطلقت في لغة العرب لا تطلق إلا على الريح التي تحمل العذاب. قال الله تعالى فأرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء إلا جعلته كالرميم. هواء شديد يسمى ريح، هواء مدهش جميل طيب لا يقال له ريح في لغة العرب إلا بعدما غير الناس فبدلوا، لكن كلمة ريح في لغة العرب لا تقل والله جاءتنا ريح جميلة، خطأ، وإنما يقال رياح. أرسلنا الرياح لواقع